وقبل ما نبدا في الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وما تنسوش تدعمونا بلايك حتى نستمر في نشر المزيد ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم احبتي من جديد. ما زلنا مع قناه تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبيري الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه ايها الاخوه الكرام. ما زلنا مع سلسله الادعيه المباركه التي نستفيد منها في حياتنا اليوم. النهارده الدعاء جميل جدا. بعنوان اللهم ارزقنا حلو الحياه وجمال الحظ ما اجمل هذا الدعاء وما اجمل هذا العنوان نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين اللهم ارزقنا حلو الحياه وجمال الحظ وسعه الرزق وراحه البال وحسن الخاتمه اللهم يسر لنا جميعا امورنا وسهل علينا جميعا كل صعب اللهم أسعد أسعد قلوبنا جميعا وفرج همومنا جميعا وأعطنا سؤلنا وحقق لنا مرادنا اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ترد أيدينا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه تضرون في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته